التوفيق ونشوفوا شكون اللي هز يديها لنا في هذه الكلمه. شكرا استاذ. مرحبا بك في التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كده لاباس عليك؟ الحمد لله وشكرا لله. استاذه حنان والبنات نتمنى تكونوا على خير. كل شيء مزيان. قولي معايا بعدا راه الاسم قريت غير واحد السميه. معك سلمى. مرحبا بنتي سلمى. مرحبا. انا ما غنهضرش كاع على هادشي اللي هضروا عليه البنات. انا بغيت نشكرك بزاف ونهضر على الجانب الانساني اللي فيك، لان من نهار فاش حطيت باش سولت علينا الاستاذه حنان وقلت لها راني مريضه، ميم با ما دازت واقيلا 10 دقائق حسيتي التليفون وعيطتي وسولتي وقلتي لي شنو ضرك. شكرا شكرا بزاف. يعني هذا واحد الجانب اللي يقدروا كذا البنات. سير تفضلي يا سلمى ما نقاطعكش. يقدر زعما حيت يقدر البنات ما دازوش من هذه المرحله باش غادي يعرفوا هذا الجانب، ولكن انا بغيت نهضر عليه صراحه. كانت كان شريف ليا صراحه صراحه والله استاذ. هو بنتي ياك ديما كنقول لك بنتي. اه يا بنتي راه كلكم بنات اللي راه بنات. كاين اللي كنقدر نتصل بيه، كاين اللي كنتصل بيه وما كنلقاهش. مثلا بحال فاطمه عيطت لها يمكن شي دو فوا، لقيت الابيل ديالها هي كانت لوكيتا، عاود تواصلت انا لقيتها انا هنا. انا كنسول لانكم بناتي راه خصني نطمئن، وديما تنقولها لكم كاملكم راه يوسفي خليو لي ميساج اوديو، هي خليو لي اوديو الا ما جاوبتكمش في الحين راه من بعد ما كنقرا الاوديو ديالكم راه كنتصل بكم فقط. ما نصعبوهاش وما نسهلوهاش وما نمطو، حيت واجب راه بيناتنا حويجات اكثر من العمل، راه كاينه كيف قلتي جانب انساني. حنا انا راه قلتها لكم اخوي عائلي فقط بنتي، وتحيه ليك على الفكره اللي رديتي لها البال، وديروا في بالكم بانكم راكم كتهموني اكثر. دونك هذه ما نبقاش نعاودها، لانه راه كيف كنقولها لكم بناتي تتبقاو بناتي، ما عنديش شي تعبير اخر باش نعبر عليه فقط. شكرا لك استاذ. شكرا لك استاذ لان بنتي على مرور الكرام. مرحبا بنتي. مرحبا مرحبا. شكرا شكرا. مرحبا بنتي. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك استاذ.